يا مرحبا وسهلا فيكم. اليوم أكلتنا يمكن قد تكون في مسماها غريب، ولكن في بعض المناطق عندنا في دولة الإمارات يسمونها مسمى آخر، يمكن البعض ما سمع فيها، ولكن هذه احنا اللي تعلمناها من أجدادنا وجداتنا وأمهاتنا. أكلتنا اليوم اسمها النيرة. النيرة يعني قليل من الناس، أو ما نقدر نقول يعني يمكن 50% ممكن يعرف إيش، يعرف الاسم هذا. النيرة بنتكلم عنها بشكل مختصر ومفيد. هي عبارة عن أمرقة تكون من السمك، ما تكون إلا من السمك طبعا، والسمك يكون يعني راهي شوي، مثل الهامور، مثل الشنعد، مثل يعني الجش الكبار تكون يعني هذه. ليش؟ لأن فيها قطع كبار وما فيها يعني ما تكون إن فيها عظام زيادة. فإحنا إن شاء الله بتابعونا كيف نسويها وكيف كانوا الأولين يسوونها. إضافة اليوم مسوي لكم اللي هي الحلاوة، حلاوتنا القديمة الساقو. الساقو عن حبات بيضة تقريبا شبه حبز. هي أساسا أكثر شيء تجينا سابقا أعتقد من الصين أو من الهند، ويستخلص من تقريبا من النخيل أو من لقاح النخيل أو ما شابه ذلك تقريبا، عفوا. فأعتقد أن هذه إحنا المعلومات البسيطة إحنا اللي قدرنا نعرفها من جداتنا الأولين. بنعطيكم طريقة اللي هي الساقو وكيف يسوونها، وتختلف من مكان إلى مكان حسب كل بيت يسويها بيضة، وحد يسويها صفرة، وحد يسويها زعفراني زيادة، ولكن مكوناتها بسيطة وسهلة إن شاء الله تعجبكم. بعد ما ننتقل إلى مطبخنا وتابعونا، ومثل ما وعدتونا وعدناكم أنكم كل واحد يمسك ورقة وقلم ويتابعنا ويسجل، وإن شاء الله بتعجبكم. وحين بنسير للمطبخ بنبدل ثيابنا وبتشوفونا. من بعد ما تكلمنا لكم عن الميلس وقلنا لكم عن أكلة النيرة، وفي بعض الأخوان قد يسمع لأول مرة عن أكلة النيرة. هي النيرة تقريبا شبه المضروبة، ولكن اليوم احنا ما بنستخدم لا عيش ولا شيء، ولكن إنما هو الطحين المهنهن عندنا اللي موجود في طبختنا اليوم. طبختنا اليوم المكونات طبعا انتم بتشوفونها على الشاشه، ولكن احنا بنشرح لكم اياها، اللي هي عباره عن سمك من قبل احنا مفورينه. اي سمك انتم تختارونها، مثلا الشنعد، الهامور، الجش الكبار، بس على اساس انه ما يكون في عظام زياده نحاول ان نفورها بالكركم والبصل، وبخبركم عنها. طبعا عندنا سمن انا ما اصبر عنه، السمن البلدي اللي نسويه في البيت، ليمون اليابس، ورق الغار، الجرفة، الهيل، طبعا بخصوص الفلفل البارد الملون عشان يعطي الطبخة شوي ألوان حلوة، الكزبرة، البقدونس، الشبت، الطماط، والصلصل، والبصل، وشغلات بسيطة. أنتوا أساسا بتشوفون أكلة قد يكون البعض أنه ما سمع فيها، ولكن بسيطة جدا 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 وبتعلمونها. أول ما نبتدي نقول بسم الله ونحاسب دائما على الجذب. طبعا احنا من قبل شوي على أساس أن الضوء عندنا شغالة، نبتدي أول شيء نحط البصل الكمية اللي أنتوا تبغونها. أنا سويت قياس حبتين تقريبا، ونحط مثلا الثوم، لفصوص الثوم بكبارة. شوفوا جذرنا شكا حلو وملموم وما فيه أي يعني
تكلف وتجيب جذر عود وغيره، لا هذه هاي الاكله تكفي اللي احنا بنسويها تكفي تقريبا ل من 5 اشخاص الى 7 اشخاص بالراحه. بقول لكم يعني سالفتها هذه النيره شو واحنا قبل كيف كنا نسويها. بس بني بقى قبل السمك على اساس نراويكم كيف السمك. النيره عباره مثل المضروبه ولكن تسوى بالطحين. الطحين حسب الرغبه، طحين رقم واحد او طحين رقم اثنين او البر. هذه الاكله انا اذكرها قبل 30 سنه كانوا جداتنا وامهاتنا يسوونها في الصيف. حد المتوفر عنده الطحين يخبز خبز، ولكن احنا بنخبركم شو بنسوي الحين. نحط السمك اللي قبل احنا مفورينه بس بالماء وايش بالبصل محطين وياها على اساس ايش اسمه. نقول بسم الله، ننزل شوي شوي السمك، يعني نقدر نقول نمرق تمريق مثل كيف انتم تسوون المرقه نفس الشيء، ولكن هذه بدون يعني عيش وبدون اي شيء. هذا طبعا اليوم احنا سمكنا سمك الشنعد، وسمك الشنعد ما شاء الله يعني يعتبر من الاسماك الغنيه بالفيتامينات والدسومه، ويسوون بعد مالح ومفيد في الاوميجا 3. اذا الحين احنا تقريبا تمازج ايش عندنا؟ البصل والسمك والثوم. احنا في البدايه قبل كلمناكم في بعض الحلقات هذه اختياريه. احنا ممكن نبتدي بالثوم المبشور مثل على سبيل المثال او المدقوق، ما نكثر وايد. زين نحط الفلفل الاسود او الفلفل الاحمر قصدي اليابس عشان يشوف الالوان كيف. نحط لوميتين على الخفيف، ممكن تفتح اللوميه وممكن تخليها لانه اساسا بتنضرب. شوي حبه جرفه، شوي مسمار خفيف حبتين، نيب الجرفه المطحون خفيف بس ها مسكت يد، نيب الفلفل الاحمر وحسب الرغبه خفيف، ونبدي نقلب. شوف الالوان كيف محلاتها الابيض مع الابيض. اذا احنا تقريبا يعني طبختنا ما حطينا حاليا فيها ملح. الملح دائما نحطه على قياس نظرنا لان بيجي ماي هناك عليه. هذا واحد، هاي اثنين، ولا تنسون ان في عندنا طحين. الطحين هذا ياخذ شوي من الملوحه. زين الحين ناخذ بهارنا، بهار بيتنا على ما يقولون. حطينا البهار، نكثر شوي منه، خلطنا. هاي ما تحتاج دائما عيش ولا تحتاج كله طحين. زين هني بشوي طماط طبعا خفيف ما يكون وايد، ونيب بصلتين. انا احب البصل لانه بعدين بيعطيك الشكل وانت تضرب النيره. عندنا حبتين فلفل احمر او الحاد الاخضر الاحمر، شوف الالوان كيف. طبعا انا ما اصبر عن شغلنا هذا الدهن بلدي. ونرد نجلب. طريقة تجريب بسيطة يعني. شوف حاليا احنا عندنا طبعا نحاول نخفف على الضوء بحيث انه هني بالصلصه على اساس انها تكون حمراء. واحد اثنين ثلاثه اربعه، ولا تزعلوا اساس تعطي اللون اللي هو. ونرد نقلب. شوف كيف البصل يلمع
والريحة ظاهرة، ولكن احنا بعد نبغي نسوي لكم شغلة اللي هي اليوم جايبين احنا الكزبرة مقلينها والسنوت واليانسون والكزبرة وحد يسميه الليلان، هذه ضرورية. ناخذ شوي، شوفوا هذا مقياس يدي انا، شوفوا تقريبا هذا المقياس حطيناه فوقه، ريحة حتى ولا احلى، خاصة يوم تكون فريش. انا بعلمكم ان شاء الله في الحلقات الجاية كيف تسوون الابزار. ناخذ ربطة شبت على اساس تعطي اللون الطعم، ناخذ مسكة، شوف قبضة من ايش؟ من الكزبرة. احنا اللي نبغي ايش؟ تكون على طبيعتك يعني. الحين النيرة هذه قبل الأولين كانوا شو يسوون فيها؟ يجيبون الطحين ويحطونه في الشمس على شكل يعني مدور مثل خبز، زين، يحطونه على شكل خبز ويحطونه في، أتذكر أنا في الصيف، هاي طبعا نضيف الماء، يعني تقدر نقول من لتر إلى أقل من اللتر تقريبا، لأن هذا يظني تقريبا لتر و700، هذا بس نحط تقريبا لتر، ليش؟ لأن عشان المرقة. الحين نشوف احنا ايش احنا جذرنا طبعا وايش استوت الصالونة. يا سلام على الريحة، عجيبة، كأن صالونة سمك، ولكن فهذه قبل شو كانوا يسوون فيها؟ يجيبون الخبز ويخلونه في الشمس يبسونه لمدة ساعتين، أتذكر جداتنا يزقرونا يقولون يلا سيروا هاتوا شو اللوح، كانوا يحطونه على لوح ويبسونه في الشمس فياخذ اللون البني، هو ماي بس ياخذ اللون البني على أساس تعرف أشعة الشمس على الطحين تغير اللون. فكانوا عقب ما نيبت يذهبون المرقة وعقب يقطعون شو؟ يقطعون الخبز أو الطحين هذا على شكلين، هو مش خبز بس على شكل طحين بس شوي ماخذ اللون البني أو من أشعة الشمس. لذلك عقب اتطوروا الجماعة اللي متوفر عندهم واللي ما عنده وقت واللي ما شيء تكون مثلا أمطار ولا مثلا الشمس، صار وسوى الطحين هنهن، هو يعطي نفس النتيجة ولكن كل واحد بطريقته. الحين تقريبا حسب الألوان اللي أنتم تشوفونها عندنا ماخذ اللون تقريبا اللي هو الأحمر أو الوردي، أنت ممكن تأخذ من الصلصال عشان إذا حبيت مثلا وتزيده، وين تزيده؟ في المرقة على أساس يعطيك اللون. أول قلنا إحنا 4 وحين نقول 6 لأن تعرف الصلصال ساعات يكون تحت يوم، ولكن عشان حلقتنا ومشاهدينا الحين شوف بدأت الخلطة أو بدأت الأشياء فيه تتجانس، وهذا هو سر. شوف عندك الحين اللومي اللي يابس هني وعندك البصلة هني، أنا بيني وبينكم أحب أن يكون مثلا الثوم موجود الحب، وأنا كان حطينا ممكن نستخدم الفلفل ونضيفه على شو يعني من كل لون حبة. شوف كيف الألوان هني تعطيك، أعطتك 3 ألوان. فنقوم بعد ونجلب جذرنا الصغير. الأولين يقولون النيرة تتم 7 ساعات في البطن يعني من قوته ومن غيره، وإحنا نكلمكم عن النيرة بنسوي الخلطة مال الطماط اللي ممكن نستخدمها في شو في مثل يعني قبل كانوا يوم يمرقون يسوون هذه على أساس إنه إذا ما كانت حارة اختياري. إحنا شو نسوي؟ مكونات اللي الخلطة مالنا اللي هو مثل الداغوس، نحط شوية طماط، كزبرة اللي هي الخضراء، ملح، وشوي ثوم، هذا الثوم هذا الأنتي بيتكو، ونحط الفلفل، أنا أحب الفلفل وايد، هذا الفلفل الأخضر، أنتو كيفكم عاد؟ لو بنزيد بعد حمر بعد، هذا الحمر، زين؟
هذا أي صوص موجود عندك في الدكان أو جمعية، أي صوص حار يكون لون أحمر، نضيف عليه تقريبا ملة، احنا جايبينه طبعا من كارفور. هذا شغل البيت، احنا مشتغلين في البيت، عبارة عن الطماط مثل ما قلنا في بعض الحلقات اللي فاتت، نسوي الطماط نبشره، وعقب ما نبشر الطماط نحط عليه ملح ونخليه في غراش، والأولين كانوا يحطونه يعلقونه في اللوزة ولا فوق السطح. وبنعلمكم عن أشار سطحنا، شغلة بسيطة، طماط وملح وشوي خل، وتحطونه في ثلاجة خاصة في وقت الصيف عسب أنه ما يخترب. إذا شو قلنا المكونات؟ أشار، قصدي طماط وملح وشوي ثوم وشوي خل، وحط وكان بتحط عليه كمون، هم بعد فيه كمون تحط شوي، وزدت على شو؟ زدت على الخلطة. الحين عندنا هنا نفس اللي استخدمناه، الكمون والمثيبة أو القصدي الكمون والكزبرة، حد يسميه السنوت وحد يسميه شو؟ الليلان اليابس. سميرة توفيق يقول دقوا القهوة وزيدوها هيل، احنا نقول دقوا الكمون. زين؟ يعني شوي ملح ونحط عليه، ونحط عصير اللومي أو الليمون، ونقول بسم الله. بس يا جماعة الخير حاسبوا في إيش؟ في لما أنت تضرب على أساس إنه ما يطير. الحين تقريبا داغوسنا ذاهب، برتبهم ما تروح. يا سلام، بعد الفاصل بتشوفون شو اللي بنقدمه آخر شيء. تابعونا وإن شاء الله بتشوفون طبختنا اليوم. رجعنا لكم طبعا من بعد ما جهزت طبختنا، أو بدأ جدرنا يفور أو يطلع الدخن الطيبة. الحين تقريبا احنا يبغي لنا 5 دقائق او 3 دقائق بنخلص من طبختنا. خلنا نشوف طبخة مالنا. شوف هذه الالوان دائما يعني العين تاكل، يقول لك قبل شو؟ قبل المعدة. الحين احنا شو بنسوي؟ الحين احنا ناخذ على سبيل اول شيء اللي هو ايش؟ الطحين اللي تكلمنا عنه. هذا المضراب الاولي، في مضراب قبل، وبخبركم عن سالفه المضراب الاولي. ما كان عندهم مضراب، كان عندهم العصقه مال النخل، العوده ياخذون لك عصقه خضراء ايش؟ ويضربون فيها، ما متوفر هكذا الزمان الاول يعني. فهذه الاشياء الاول. الحين ما دام ننزل الطحين شوي شوي، شوف كيف ننزل وايش نحطها في ايش؟ ايه الحين نحاول نحركها هي هذه على اساس انها ما تثجل، يعني ما نحتاج كميه كبيره، ولكن شوف بدت يعني تثقل. شوف انا ظني خلص، يعني ما استخدمنا أكثر من 150 جرام بس تقريبا. شوف الطحين مثل ما هو كان مهنهن، شو نسوي؟ نقصر على شولتنا زين، لا شولتنا زين، ونحرك. شوف الألوان، شوف كيف، شوف حبات البصل كيف كانت، وحين شوف شو استوت. لا تزعلون مني، انا ما تحلى هاي الطبخة الا بالسمن، هذا سمن الدار هذا زين. هذا بنيب هني وبنحرك. حاسبوا في ايش؟ في تقليب، ما نبغي نخلي شيء ظاهر ابيض من الطحين.
يعني نضربها بحيث ان شفتوها ثقيله ممكن تزيدون عليها ماء خفيف. يعني شوف الماء اريد يعني الحين خلاص الحين صحنا يتريانا يقول متى بتغرفون. بدا تقريبا البركان او النيره تطلع تدخنه عباره كانه ايش خلص الماء عنها وخلصت المرقه. اذا نطفي ويلا نغرف يا محلاته. هذه الاولين كانوا يستخدمونها زمان يعني هذه طبعا شوف شكلها كيف. بسم الله ونغرف. بسم الله شوف محلاته شوف محلاته شوف البصل كيف وكباره والثوم وكباره. يعني شغلات بسيطة نحط فيها يعني احنا الوقت عندنا بس. الصحن جميع الألوان فيه شفتوا كيف. الحين خلاص احنا خلصنا ولكن بعدنا علشان نشرها شريناها ونحط شو في ويها شوي بس على اساس ان الجماعة رمي ممكن حسب يعني هي ما كانت في الاول ولكن يحطوا لها شو شوي ليمونة للتزيين. هني احنا تقريبا زين تقريبا احنا خلصنا طبختنا لهذا اليوم زين. بيجي علينا شو نحط اللي هو داغوسنا. نقول بسم الله بسم الله. شوف الألوان كيف زين. ممكن أنت تحط له حبة ليمون هني وحبة ليمون هني وحبة في الوسط هاي بتغوص داخل إن شاء الله. بعد الفاصل هذا بسوي لكم أشار البصل البسيط اللي ما ياخذ منك وقت يسمونه أشار الأسطوح. خلكم معي. رجعنا لكم وإلى جدر الحلو وهو الساقو. يعتبر الساقو من الأكلات الشعبية القديمة والحلو اللي دائما أهل الإمارات والخليج بشكل عام يستخدمونه في شهر رمضان والأيام العادية في المناسبات. الحين طبعا مكونات الساقو شغلات بسيطة بنكلمكم عنه ولكن عشان نعرف مقاديره. طبعا الساقه واحنا منقعينه قبل بساعتين او بساعه وفي هذا الساقه. طبعا شوف محلات الساقه. طبعا هو دائما بنخبركم معلومات عن الساقه. وعندنا الشكر والسمن مال البلاد ومخلوط هني الهيل وماي الورد والزعفران. والزعفران صاحي او بحاله كامل وزيت العادي. الحين الطريقه كالتالي. أول شيء نشغل جديرنا هذا الوردي الحلو. أنيب في البداية الشكر طبعا الكمية حسب الرغبة. في ناس يحبونه ها يعني حلو وفي منهم يعني تقريبا احنا ما نقدر. قلنا لكم عينك ميزانك طبعا انت حسب ما تشوفه. طبعا الحين حاليا احنا ما نحرك الشكر لين ما نلاحظ اطرافه شوي
بدأت إيش تتغير. بدأ حين تقريبا يأخذ اللون البني، زين. الحين مثل ما قلنا لكم احنا اليوم عندنا اللي هو ايش، عندنا مثل ما وعدناكم اشار البصل واشار السطوح قبل يسمونه. ما في بيت قبل يخلى من ايش، من الاشار. الساقو اسم يعني، حتى انا استغربت من مره كنا جالسين مع جماعه ايطاليين او من رومانيا تقريبا، فقلنا لهم عن الساقو فهم يسمون الساقو، يعني هم حتى يقولون نحن نعرف يعني انه اسم ساقو. هو تقريبا مستخلص من ايش، من من النخيل او من نبات النخيل، ومسوينا على شكل حبات الخرز. هي طريقة سهلة وبسيطة ما تحتاج منا أي وقت، ولكن أحيانا في بعض الناس إيش يحبونه شوي يعني لونه يعني شوي يكون ذهبي أكثر عن اللازم. هذا شكرنا تقريبا بدأ يذوب أو بالأصح يتكرمل. شوف خذ اللون لإيش ذهبي، ودائما نتأكد أنه من أن السكر ذاب تماما وعطانا اللون. إذا تبغي اللون يستوي أكثر يعني زهري أو أكثر عسلي، لازم تخليه تقريبا شبه على أنه يعني يسخن زيادة. بنضيف إيش، بنضيف الماي عليه لين يأخذ اللون، ومن بعد اللون هذا ما ياخذ ويفورسه بنرد الى الاشار. الحين نحاول ننقص ايش على الضوء، ودائما يحاسبون في ايش، في طريقه صب الماء. شوف اسمع الصوت، لا تقربون على الماء على اساس او الدخان عسب ان ما يحرق ويوهكم. شوف كيف حاليا بدا يذوب، واحنا نحتاج الماء هذا ليش، لانه يمكن يحتاج منا زياده. الحين شو نسوي للحال، انيب تقريبا شوي من الزعفران، هو عادي يعني الكامل هذا، ونيب شوي من الزعفران وماي الورد. ترى الساقو يبغي طيب يعني تكثر فيه الطيب، عشان هذا ماي ورد وزعفران وهيل نضيفه يعني قياس ملة. شوف هني شو استوت عندنا، هذه خلطة. الحين احنا طبعا الهيل موجود ويا ايش، موجود مع الزعفران. في ناس يحب انه يذر عليه هيل، في ناس ما يحبون الهيل كثير. الحين احنا شو نسوي، نشوف شوي زيت منه، زيت النباتي، ونضيف عليه ونتم نحرك، لانه صديق يحب السومة شوي. ولكن كيف شوف اللون هني يعني شبه سائل استوى. ممكن الحين نبتدي في ايش، في الساقو. هذا الساقو ايه، بسم الله، هذا هو الساقو. هني ياخذ له فترة، كمية اللي هي قياسنا. شوفوا لما يتجانس شوف كيف يطلع لونه، تقريبا ما بين حطينا احنا 200 الى 250 جرام من الساقو. احنا ننتظر ايش، انه يتمازج.
بعد شوي ناخذ من ايش السمن مالنا ونطيبه. طبعا سمننا احنا هذا ايش سمن الدار على ما قلنا. هني في عندنا هيل، سامحنا يا مخرج عشان ما نسمعك صوته، نحاول ان ندقه واذا في مجال يعني دقتين كذي لين يتكسر تقريبا نحطه هو بروح اساسا يعني. زين نحرك، شوف نزيد الزيت هذا لانه هو يحب الزيت خاصة لما يكون تقريبا الجانس. نقوم شو نسوي؟ نقصر على الضوء او ممكن نغير الضوء بني بني لان شوي نار لان شوي زاد. بندل هاني هني بهني هني شو نسوي؟ يساقونا ثم نحرك ونرجع له ونرجع حق الساقو ونغطي. بسم الله. الحين لين يذهب الساقو او يتجانس في بعض احنا شو نسوي؟ نسوي لكم الاشار. الاشار ما في صعوبه جدا. احنا اول ما نبتدي نقول بسم الله. طبعا احنا مقشرين البصل، نجيب الملح ونحطه في قاعته في قاعته، ويفضل ان ملح البحر ولكن هذا اللي موجود اليوم حصلناه. نجيب حبات بصل ونحطه، شوف حسب ما تبغون انتم، شوي ثوم كبار، شوي فلفل يابس، شوي بهار، شوي من نبتة العصفر، هذه مشهورين فيها دائما. شو اسمه عندك بلاد الشام؟ عندك البهارات المخلوطة اللي هي الفلفل الأحمر، نحط هنا شوي. نرد مرة ثانية نحط البصل، يعني شكل طبقات. نرد مرة ثانية نحط الملح، ونرد مرة ثانية نحط الأشار البصل عفوا. نحاول ان نشكل، شوف عندك الثوم هني ممكن نخش لها صوب واحد عشان غيره. هني انواع الكمون شوي والبهارات الخفيف، فلفل اسود بسيط. نرد نجيب له هاي الخلطه عباره عن البهارات الحمراء المخلوطه. زين نرد نحط شوي ملح، شوي يعني احنا شو قلنا؟ عينك ميزانك. زين بتسالوني ليش ما حطيت خل؟ اقول لكم صبروا لحظه شوي. هني دائما تكمن السر في الأشار، يعني تعرف لما تحطها فوق السطح شوف كيف مبين يعني كل هذا البهار غيره. نكثر من حسب اللي انت تبغيه. هذا البصل مالنا نحط الثوم بعد فوقه، شوف محلاته. هني بشوي ملح. انزين شوي ملح، شوفوا لنا كيف الشاشه. انزين هني طبعا عندنا نوعين من الخل، في الخل الاسود، وفي ممكن تقدر تسوي في السركه قبل الاولي يسمونه سركه، وعندك خل ابيض وخل احمر. ممكن تضيف عليه الخل الاحمر او اي خل انت تبغيه. شوفوا كيف نزوله عشان تنزل كل البهارات تحت. شوفوا كيف نزوله، كيف شو نزولها ينزل. عقب شوي ناخذ الخل الابيض عشان يكسر اللون شوي.
اساس شوف الحين ناخذها من خلطته عشان ما يكون يحرق يعني عندك البلاعيم. ممكن نحط فيه ماء بارد عادي يعني احنا شوي تقريبا يعني كل واحد يوزن على سمونه. وهذا رشة ملح يمكن يستغرب البعض نحط شوي شكر. الشكر هذا لما تحطه يكسر حدة الخل وحدة الملح ولكن ما يحليه، يعطيه نوع من ايش من الحموضة زايد حلا. هاي دائما يستخدمونه. اذا احنا اليوم تقريبا شوف نزيده بالاحمر ونزيده بالابيض الخل. اذا اشارنا وهني الاصفر بعد نحطه على وجهه شوي. ويوم تحطونه على اللي شو اسمه تحطونه على السطح زين لازم تتاكدون بين فتره وفتره انه اذا نقص عنه الخل. اذا نقص عنه الخل تزيده. نودي اشارنا هناك بسم الله. هو ياخذ له تقريبا في الشمس من 15 يوم الى شهر حسب قوة الشمس. نرجع الى ساقونا. يا سلام شوف الالوان كيف اتجانست. نحركه تحريكة بسيطة تقريبا راح تشوف الحبيبات البيضة اللي شفناها تقريبا شبه كامل. الحين عندنا تقريبا اللي هو الساقة تقريبا خلص. ممكن الواحد إذا يبغى يشوف هذا اللي هو الشيرة ماله خلصناها وخلصنا ساقونا. ويوم تخلونها أنتوا كل ما تخلونها كل ما تشرب إيش الزيت أو السمن. وممكن الحين هو طبعا الساقة ويتريى ربع الحين أو ربع يتريونه. شوف نحطه هني. سابقا ما كانوا إيش يعني يحطوا عندهم تتوفر المكسرات ولكن اليوم احنا اخترنا لكم. طبعا هذا شيء يرجع إلى رغبتكم أنتوا. هي عبارة عن جوز الهند الناريل والصنوبر والإيش اللوز أو البيذام. ناخذ بسم الله وإيش نحل الوجه. شوف كيف الألوان هني لما الأحمر على. ممكن حد في بعض الناس يحطون جرفة لأن الجرفة تعتبر من المطيبات. زين شوفوا هنا تقريبا شبه خلصنا. طبعا السمن ما نبغي نحط هذا في قاعة الجف ونفركه ونذر ذر عليه. الحين تقريبا شبه احنا خالصين من وجبتنا اليوم اللي هي مكونة من هي النيرة اللي هي سمك الجنعد او الهامور اذا بغيتوا. الداغوس مالها والحلو مالها اللي هو الساقو. واشارنا اشار اليوم اشار السطح اللي هو اشار البصل. شكرا لكم ونشوفكم في حلقات قادمة. مع تمنياتنا لكم الصحة والعافية.